العفو ومخالفة مع علاوي وتطلب العفو. أوديا يخلص أحمد عادل يمر ناحية هيثم مصطفى، ملامح هجمة هلالية خطيرة، هيثم مراوغة ممتازة يمر ناحية تلاتشو أسولو خطيرة هلالية في المرمى يجلس ومحاولة يسدد قوية سجل الدفاع الناجيري فرصة كبيرة انطلق بها هيثم مصطفى وأحمد عادل اتمررت في عمق الدفاع الناجيري تلاتشو أسولو روض وحاول التسديد ولكن الكرة ارتطمت بالدفاع الناجيري لتتخلص الكرة وتصبح بحوزة إيرنبا الناجيري. يكنى فريق إنيمبا بالأكيال وهو فريق مدينة آبا التي تقع في شرق نيجيريا. هيثم مصطفى ناحية حمودة بشير أحمد عادل ومحاولة الاقتحام والتقدم، شوف أحمد عادل مرور ناجح لأحمد يمر إلى حمودة ليوسف محمد ويوسف محاولة كرة بالعرض إلهية أحمد عادل محاولة تصويب في المرمى ممتازة يا أحمد عادل فرصة إلهية كبيرة على العارضة بغليل حمودة ليوسف لحمودة ولكن يخلص الفريق النيجيري. حمودة بشير يبعد لعلاء يوسف انطلاقة امامية مرور ناجح لعلاء ومحاولة لعب الكرة بالعرض خطيرة كلتشي مرت او وصلت الى حارس المرمى ثانية فرصة كبيرة انطلاقة من حمودة يعود لاحمد عادل واحمد عادل والتوغل يلعب ناحية هيثم مصطفى مرور ناجح لهيثم لاحمد عادل لكلتشي خطيرة هلالية ووجود مخالفة وجود اللاعب النيجيري صاحب الرقم 21 الفيس هيثم مصطفى يلعب في المرمى هيثم مرت الى خارج الملعب فرصه كبيره ايضا تمر على فريق الهلال هيثم مصطفى اختار التصويب ببطء وبذكاء في مكان بعيد لحارس المرمى الثاني الذي تالق في بعد كره هيثم كانت في مقص المرمى الاعلى ابعدها الى الركنيه بتتلعب من عمر بخيت حموده بشير ولكن تمر الى الدفاع وعلى الدين يوسف يمرر لهيثم مصطفى هيثم محاولة دعم هجوم يلعب في خلف المدافعين ولكن اللعبة قرأت من الدفاع النيجيري تتلعب ناحية الخطير ستيفن وارغو شوف سرعة هذا اللاعب وامكانيات هذا اللاعب الكبيرة وارغو مرور من ريتشارد مرور ايضا من جبريل خطير وارغو يمرر في المرمى خطيرة في المرمى اول اهداف المباراة تحدثت عن ستيفن وارغو اكثر من مرة ولكن كأن لا حياة لمن تنادي تحدثت عن هذا اللاعب هو الذي صنع الفارق الآن صنع هدف فريق إنيمبا حاور أكثر من لاعبين بصفوف الهلال مرر الكرة بكل سهولة للاعب المتقدم من المنطقة الخلفية أوندوا صاحب الرقم 25 اللي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في مرمى المعز محجوب أول أهداف المباراة ويخلص الكرة وغلق على ريكاردو نعم لا بد من الغلق يا ريكاردو هدف تتلعب الكرة لهيثم لأحمد عادل خطيرة هلالية هي التعادل يا أحمد محاولة مرور وسقوط على الأرض وركلة جزاء نعم ركلة جزاء هلالية مع أحمد عادل من المدافع أوغوا أوبارا يرتكب المخالفة ويقع في المحظور داخل منطقة الجزاء ما كان على أحمد عودة إلا أن يطلق الصافرة ويشير إلى نقطة الجزاء ركلة جزاء هلالية عمر الشوط الاول هيثم مصطفى وثانية هيثم يسدد في المرمى هدف التعادل نعم هدف التعديل الهلالي من عن طريق الغايد هيثم مصطفى من ركلة جزاء اعادت المباراة الى بدايتها التعادل ولكن بهدف هذه المرة يبدأ الهلال رحلة البحث عن هدف ثاني ويخوض قمار الدفاع عن عرين المعز محجوب امام لاعب مهول اسمه ستيفن وارغو ريتشارد جاستن داريو كان على جبريل يوسف محمد المنطلق من على الناحية اليمنى والتسديد القوي في المرمى يوسف محمد من جديد يعود ويطلق صاروخ وارض في جو قوي ويقول لي كاردو اعلنتها صراحة وانا اعلنتها فعلا اعلنتها
يوسف محمد، ايسر مصطفى يتمرن ناحيه افياني، وافياني في المرمى قويه ولكن في احضان الحارس ثانيه واماميه في اتجاه المهاجم البديل اميكا، وايميكا وريتشارد خطير الكره للفريق الناجيري. ايميكا خطيره ويا لطيف ويا ستار، مرت الكره بسلام ناحيه المهاجم الاخر جوسيا، والمعز محجوب، خروج سليم ممتاز، المعز محجوب يخلص. مزعج ايضا اللاعب البديل ايميكا صاحب الرقم 19، المهاره والتكوين الجسماني الجيد يساعدان اللاعبين الناجيريين. خاطئه تعود لانيمبا، وسلاح الهجمه المرتده تتلعب ناحيه ايميكا، وخروج للمعز محجوب. ايميكا خطير وسقوط على الارض ممتاز، المعز يخلص. فتره الانتقالات وابقى الهلال على افياني، على الدين يوسف، ومرور ناجح فاصل من المراوغ، تتخلص، تصل خطيره ناحيه جوسيا، وجوسيا محاوله مرور داخل منطقه الجزاء، سقوط على الارض ولكن يخلص ريتشر. تعود ايضا للفريق الناجيري، ايميكا محاوله مرور، وافياني بقوه وبحزمه يبعد الكره الى خارج الملعب، واحمد عوده يشير الى وجود مخالفه. احمد عوده يشير الى وجود مخالفه. ستيفن وارغو ينعاد عادة الاهداف، ليتك لا تعود يا وارغو. تلعب الكره لاحمد عادل ناحيه كليتشي، خطيره الى كليتشي، فرصه كبيره تضيع على الهلال. كليتشي وسونو في لعبه خافه وباص ممتازه من احمد عادل، وجد نفسه في مواجهه المرمى ولكن مرت الكره بقليل على يسار حارس المرمى، ثانيه الى خارج الملعب. يسري تعود لجاندي، تتمرر ناحيه جوسوا، خطيرة ناحية ميكا، وخطيرة ناحية في المرمى، والهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، خطأ كبير من ريتشارد جاستين، وضع اللاعب ستيفن وارغو، أمام المعز محجوب، وارغو أمام المعز محجوب، لا يسأل ماذا سيفعل. هدف تعادلي للفريق الناجيري. شوف الكرة اتلعبت خلف داخل منطقة الجزاء من ايميكا، وريتشارد محاولة تخليص، مرت الكرة من بين قدمي ريتشارد، وجدت من؟ وجدت الفك الناجيري المفترس ستيفن وارغو. هيثم مصطفى يمرر ناحية سيف مساوي، محاولة لعب كرة بالعرض، الآلية خطيرة راسية ولكن في أحضان حارس المرمى. افياني فرصة كبيرة أيضا تضيع على الهلال. تتلعب ناحية هيثم من يوسف، يمرر ليوسف مرة أخرى هيثم، تتلعب عرضية خطيرة راسية ولكن حارس المرمى ثانية. يا سلام عليك يا فياني، ممتاز الراسية ولكن ثانية كان في المكان والزمان. خلص فرصة هدف ثالث هلالي على شباك الحارس أو على شباك الفريق الناجيري. إنيمبا من المكان بعيد ولكن مرت إلى خارج الملعب ركلة مرمى هلالية، والبلجيكي كورمان يريد النقطة، نحن نريد الثلاثة نقاط يا اخوان. كورونغو يمر ناحية يوسف محمد، يخلص المدافع امولا قائد الفريق، ومخالفة مع يوسف محمد من امولا، نتمنى الهدف. تتلعب من هيثم، خطيرة، خروج من الحارس، من النيجيري افياني في قلب المرمى، في مرمى الحارس الثاني، حارس مرمى ايرمبا، هدف هلالي ثالث. نعم الحارس النيجيري ثانية خرج للكرة، ومرت الكرة من ثانية، وجدت رأس افياني في المكان والزمان، وضع الكرة بكل سهولة في المرمى الخالي، هدف هلالي. حسن اسحاق مرور ناجح لكورونغو، انطلاقه من على الناحيه اليسرى، الهجمه الاخيره الهلاليه، كورونغو امام المرمى، محاوله سقوط على الارض، وحكم المباراه يشير الى الاستمراريه. نعم وفي ذات الاصطلاح احترام مشاهدينا الاعزاء على مستوى بسنا الارضي
يعلن الحكم المصري احمد عوده عن انتهاء لقاء الهلال وينبا الناجيري في دوري ابطال افريقيا في المباراه الاولى في المجموعه الثانيه بتفوق هلالي كبير بثلاثه اهداف مقابل هدفين. احبائي الكرام،